بنتكلم على بناء المدن وبناء الجمهوريات وبناء الدول. ما بنيجي نفكر في بناء الدول بيبقى لها مقومات معينة. المقومات دي من ضمنها ثرواتها، استغلالها ازاي هنقدر نستغل هذه الثروات لتقدم ولوجود حياة فيها جزء من الرفاهية وفيها حياة طيبة بيعيش فيها مواطنها. ده جزء. الجزء الثاني وهو استغلال هذه الثروات، وكمان نقدر نعمل مهم جدا حساب الأجيال القادمة، وده بينطبق على الثروات اللي موجودة في بطن الأرض، سواء موجودة من كنوز سابها لنا أجدادنا المصريين أو القدماء المصريين اللي بتخرج كل يوم تقريبا. نتكلم على الثروات المعدنية اللي موجودة في بطن الأرض، بنتكلم على جزء مهم جدا، إزاي نستغل هذه الثروات، إزاي نقدر نعظم من وجودها وإن احنا نستفيد بيها في بناء مخطط ليه بشكل سليم. ده جزء مهم جدا. أيضا كمان إزاي نطمن الأجيال القادمة إنه هذه الأرض ما زالت غنية بهذه الثروات. ده اللي هنتكلم عليه وموضوعنا مع حضراتكم النهاردة. بيشرفني في هذه الفقرة أستاذ دكتور حسن بخيت، أستاذ المجلس العربي للشؤون الجيولوجية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. يعني دكتور حسن، أعتقد أنه خلينا ناخد التعريف الأول، الثروات المعدنية. ناس كتير ما تعرفش هذا التعريف، أو يعني إيه ثروات معدنية. تفضل خير. أولا أشكركم على الاستضافة. هو طبعا أنا رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، ويمكن الواحد عمل في قطاع الثروة المعدنية ما يقرب من يعني نقول 40 عام، ويمكن بعتز بالفترة الأولى في شبابي إن أنا يعني اشتغلت في الحقل، إني بالفعل عشنا وسط الجبال تنقيبا واستكشافا وبحثا عن ثروات مصر يعني. وبالتالي كان لي فرصة إن أنا بالفعل أتعرف على هذه الثروات، والحمد لله قدرنا خلال مراحل يعني عملي في الثروة المعدنية وفي شركات أخرى إننا نحط إيدينا بالفعل على مكامن الثروة في جمهورية مصر العربية. هو أولا تسمح لي أقول لك إني أنا بعتبر يعني من وجهة نظري إن الثروة البشرية اللي هي طبعا هتطلع الثروة المعدنية هي رقم واحد. طبعا الثروة المعدنية مصر موجودة، ولكن الثروة البشرية أنا واثق إنها بالفعل تستطيع إنها تستغل هذه الثروات استغلال حسن، وده هو المطلوب. ندي بس للمشاهد فكرة عن ثرواتنا، ماذا نملك؟ طبعا أي حد يمكن دخل في المدرسة وتعلم يعني عرف أن مصر يدوق عايشة حوالين نهر النيل، وادي النيل. حوالين وادي النيل شرقا وغربا صحراء، فوق 95% من أرض مصر صحراء. كثير من الناس بيعتبروا أن الصحراء دي حاجة وحشة أو مكفهرة، لا زرعة ولا ماء وجبال وحر في الصيف وسيول في الشتاء وعقارب وثعابين وإلى آخره. ده الوجه اللي ربما يكون قريب من المواطن العادي، ولكن بالنسبة لنا احنا كمتخصصين بنقول لهم لا، أنا بعتبر الصحراء هي وقود الحضارة اللي احنا عايشين فيها. بمعنى الكلمة وقود الحضارة يعني ايه؟ يعني كل شيء احنا بنستخدمه، بدءا من البيت اللي انا بسكنه، السيارة اللي انا بركبها، الموبايل اللي في جيبي، التلفزيون اللي اتفرج عليه، مكوك الفضاء اللي بيطلع فوق، كله معادن من هذه الصحراء. بالتالي الثروة المعدنية انا بعتبره او بعتبرها وقود الصحراء. ماذا تملك مصر من هذه الثروات؟ كثير. يمكن حضرتك بتتكلم على الذهب، ويمكن دي يعني اللغة اللي بيفهمها المواطن العادي اللي مش متخصص، ان اي واحد يعني يقبل على الزواج او اي أسرة عندها حالة الزواج بتتكلم على الذهب. الذهب كبريق بيجذب الناس في حياتهم الاجتماعية. مصر بفضل الله يمكن الكنوز الفرعونية من زمان كان بتدل على ان مصر فيها مواقع ذهب كتير. صحيح. ولكن ربما جه في الفترة الأخيرة بفضل الله يعني شركة السكري ربما فتحت شهية الذهب في مصر، بحكم إنها الشركة الأولى اللي غاصت في باطن الأرض، وصلت دلوقتي الكيلو تحت الأرض، والحمد لله منجمها يعتبر أكبر منجم ذهب في الشرق الأوسط. كويس. على أرض مصر في منطقة محيط منطقة ماس عالم.
طبعا اي سؤال، هل احنا عندنا موقع واحد فقط؟ لا بالعكس، يمكن السكري بدا من سنة 2010 بينتج، وما زال لمدة 20 سنة قادمة إن شاء الله بينتج حوالي تقريبا 14 طن ذهب سنوي، وإن شاء الله مستمر زي ما قلت لك ل 20 أو 25 سنة. ولكن هناك مواقع أخرى بدأت تظهر للنور زي موقع إيقاط وأبو مروات إلى آخره. أعتقد إن شاء الله بقية المواقع أو الأماكن المأمولة للذهب تطلع للنور. طبعا احنا بدأنا بالذهب كلغة يفهمها المواطن العادي، ولكن لو احنا بقى خدنا ثروات مصر من الشمال للجنوب وبدأنا بالبحر الأبيض المتوسط، هنصطدم على طول بالرمال السوداء. كويس. والرمال السوداء فيها معادن استراتيجية، 6 معادن بتخش صناعات مهمة جدا. لو رجعنا شوية ليها مصنع كبير جدا، وتعامل مصنع الحمد لله الفترة الأخيرة مصنع في البرولوس، وبيطلع الركاز اللي فيه المعادن دي وبيعمل فصل، ونتمنى إن شاء الله يتم تطوير هذا المصنع لدرجة إن احنا نحاول إن هذه المعادن إن شاء الله نصنعها على أرضنا مش نصدرها للخارج. فحم المغارة طبعا موجود في الشمال قرب العريش. الخامات الأسمنت، صناعة الأسمنت الحمد لله يمكن مصر ربنا حباها بكل خامات الأسمنت اللي تجعلها أنها تعمل يعني خطط واعدة في إنتاج الأسمنت للسوق المحلي والإنشاءات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك التصدير للخارج. عندنا طبعا النحاس موجود، ونأمل أن يكون بالفعل في مزايدات لخروج هذه المواقع للاستكشاف والتنقيب والتقييم ثم الاستخراج. عندنا الرملة البيضاء، والرملة البيضاء بتخش في صناعات كثيرة طبعا. ويمكن مش هنتكلم على الزجاج، ولكن دلوقتي في حاجات وصناعات متقدمة جدا على هذه الرمال النقية جدا، بنصدر منها أجزاء وده مطلوب، ولكن صناعات الزجاج قايمة بدور كبير جدا كمصانع بتعتمد على الرمال البيضاء. عندنا قطاع الرخام وحجار الزينة والرخام والجرانيت وجرانيت أسوان، وكلنا يمكن على المستوى الأسري بنشوف الرخام بيخش في البنية الأساسية ويخش في الديكوريشن وبيخش في المباني الخارجية إلى آخره. عندنا كذلك معادن البنتونايت أو خام البنتونايت، وده من الخامات الواعدة ولها يعني قدرة تصديرية كمنتج بيصدر للخارج. في عندنا الطفلة والكولين والخامات اللي الوقت بتخش. يعني دكتور حسن أشكرك على سردك لهذه الأنواع الغزيرة والموجودة، لكن السؤال الأهم، احتياطياتنا من هذه الثروات تكفينا قد ايه؟ اقول لحضرتك وهل هي متاح ان احنا للاستخدام الداخلي وان احنا كمان نصدر منها، لانه معروف انه 90% من هذه المواد الأولية هي كلها بتصدر وبتعود لنا على صورة منتجات بندفع فيها مليارات الدولارات. طيب هو بالنسبة لسؤالك الأولاني الاحتياطات، طبعا الاحتياطي كلمة كبيرة. كون انا بعمل احتياطي معناه ايه؟ معناه ان بعمل مسح سطحي صح وتحت سطحي، تقدير الخامة فوق الأرض وتحت الأرض. دي بتحتاج تكلفة، تحتاج حفر وتحتاج تقييم وعينات وتجميع وبعد كده استيميشن لغاية ما يتحدد بالضبط الخامة والدرجة بتاعتها والجودة إلى آخره. أعتقد في بعض الأماكن أو بعض الخامات تم تحديد الاحتياطات، وده من خلال شركات أسند إليها هذه المناطق، ولكن الاحتياطات الجيولوجية دي اللي هي ربما بتعملها مساحة جيولوجية بصفة انها الجهة الولاية اللي بتقوم بالمسح الجيولوجي في مصر، ولكن دي بتعتمد اساسا على تحديد الاحتياطات بالدرجة الدقة المتناهية. انا مش محتاج دقة دكتور حسن، محتاج تقريبي، لان احنا بنكلم الناس وبنقول لهم انه مصر غنية بكتير من ثرواتها واللي حضرتك شرحته، وده طبعا يعني مئات الانواع، وبالتالي الوقت مش هيسعنا يعني، لكنه سؤالي هنا احنا عندنا احتياطات جيدة في مصر مثل هذه الثروات بصفة عامة؟ احنا عندنا خامات بنسميها خامات الوفرة وخامات الندرة. لو قلت لي خامات الوفرة اللي هي نقول انها كميتها مفتوحة في الاحتياطات، ممكن نتكلم على كل خامات مواد البناء، بنتكلم على الحجر الجيري، بنتكلم على خامات الاسمنت، بنتكلم على خامات الرملة البيضاء، بنتكلم على مثلا خامات الـ مثلا الرمال الصفراء اللي بتخش في المواد البناء الى اخره، دي ممكن نسميها خامات الوفرة. في خامات متوسطة اخرى احتياطاتها احنا بنتكلم
بنتكلم على الذهب ويمكن متوسطة يعني دي ما نقدرش, لان الذهب بصفة ان هو خامة نادرة مستحيل نتكلم على ملايين, ونتكلم لا على خامات طبقا لكل موقع بيتم تقييمه بيطلع احتياطي معقول. يعني احنا عندنا السكري يمكن بيكلف في حوالي 7 أو 8 مليون وقية في موقع واحد وقابل للتنمية, ان هو خلال فترة الاستغلال بيعمل حاجة اسمها ديفلوبمنت تنمية يعني المناطق المحيطة, وكل فترة بيزود الاحتياطي بتاعه. ولكن نقول بصفة خاصة بقى مش عامة ان تحديد الاحتياطي بدقة بيرجع للشركة التي تقود اليها المنطقة نفسها اللي بتاخدها وتعملها تنقيب, مش مختلفين. وهنا يعني بنستهدف الدقة, ولكن ده بيبقى عن دراسات كبيرة زي ما تفضل دكتور حسن. نروح لجزء مهم جدا واستغلال الدولة لهذه الثروات في مصر للحقيقة لخطوات مهمة جدا, وهي بداية التنمية الاقتصاد البناء وما إلى ذلك, وبعدين أنت بيبقى عندك هدف استراتيجي معين عشان تصل لبعد 5 سنين أو 10 سنين لمرحلة من التقدم وتواكب بقى الدول الأخرى. وصلنا فين في استخداماتنا للثروات المعدنية دكتور حسن؟ كويس, سؤال كويس. بص حضرتك احنا بنتكلم على حسن استغلال هذه الثروات, يعني عندنا ثروات ولكن عشان خاطر نتكلم على هل بالفعل احنا قدرنا نضع نفسنا في منظومة استغلال حسن لكل ثرواتنا استفادة قصوى ولا محتاجين بعض الشيء, نقول ان بالفعل في خامات بتستغل استغلال حسن ودي بتبقى بالفعل ليها تأمين او بنسميها تأمين الصناعات المحلية زي صناعة الاسمنت ولازم منه مواد البناء والصناعات والخامات الصناعية لاخره, ولكن في خامات اخرى بالفعل محتاجة ان انا يعني احط لها بعض القواعد اللي خليها تنطلق ونجد الاستثمار المناسب ليها زي الخامات البريشس ميتالز او اللي بنسميها المعادن النفيسة زي الذهب والنحاس والرصاص والزنك. دي بالفعل محتاجين حاجتين, نفتح شهية المستثمر سواء الوطني طبعا ليه الأولوية وشهية المستثمر الأجنبي, وفتح شهية المستثمر الأجنبي أو المصري يخضع لركائز أساسية. الركيزة الأولى التشريعات, لابد الاتفاقيات اللي بتوضع لجذب هذا المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي تكون تشريعات حافزة. حافزة ليه بقى؟ لأن صناعة التعدين عامة من الصناعات الخطرة شوية, يعني بمعنى أن أنا ما بعملش مصنع في مدينة عارف مقاومتها في بنية أساسية في كهرباء في مية وعارف أجيب المصنع منين وأركبه كام, بتدرس دراسة مستفيضة بالتالي أقدر أتحكم في اقتصادياتها وأقدر أحكم عليها قبل ما أبدأ. أما لو دخلنا في الصحراء عشان نخش بقى تنقيب واستغلال لازم منه الصورة بتختلف. طبعا الصورة بتختلف ليه؟ لأن معظم الخامة اللي أنا بدور عليها تبقى تحت الأرض مش شايفها, شايف بعضها فوق ولكن عشان خاطر أقدر أشوف شكلها الكامل من مكلف فوق جدا. من تحت مكلف طبعا. وممكن بالفعل أنك تخش كشركة استثمارية وتحفر وبتاع وتلاقيها مش اقتصادية فتاخد إزالك وتمشي فدي مخاطر. فبالتالي لابد هذا المستثمر أديله الحافز وأديله الأمان وأديله التشريع المريح اللي يقدر يستطيع أن يخش ويتحمل هذه المخاطر. بالتالي لو أنا عاوز أعمل استغلال حسن لبعض الثروات زي الذهب وأخوات الذهب المعادن المصاحبة ليها لابد أن يكون في تشريع. التشريع بلخصه بنقطتين, هذا النقطتين او هاتان النقطتين هم عباره عن ان انا بديله يعني ضريبه يدفعها واتاوه على الخامه اللي بيطلعها. طبعا هو هيصرف وهيعمل تنقيب وهيتحمل مخاطر الدفع والصرف الى اخره بعد ما يلاقي الخامه بطريقه اقتصاديه, ابدا كدوله اخد منه اتاوه على المنتج اللي هيطلع نسبه معينه بتتحسب من 3 لـ5%, وبعد كده باخد منه ضريبه على هذا الخامة. أعتقد معظم الدول الرائدة في هذا الموضوع شغالة على المحورين دولك, محور الضريبة ومحور الإتاوة. يمكن موضوع المشاركة مع المستثمر في الموضوع ده ما بقاش محفز لأن أنت عارف الاستثمار عامة بيحب حرية حركة, ما يحبش حد يبقى واقف فوق دماغه. بالتالي أنا لو عاوز أعمل استغلال حسن للثروات البريشس ميتال بالذات الذهب وأخواته رصاص ونحاس وزي لابد أن أنا أركز على أن يكون في تشريع
بالطريقه اللي قلنا عليها عشان اقدر افتح شهيه المستثمر ان يجي ويعمل كونتراكت معايا ويبدا يقيم ويعمل استكشاف ويستخرج الخامه وبالتالي يبقى في عائد. وده بالطبيعه بينطبق على باقي الثروات واستخداماتها، ده بيبقى جزء مهم جدا. يعني حقيقه دكتور حسن كلام مع حضرتك يعني في استفاده كبيره جدا، وبالتالي زي ما بنقول ان احنا نورنا على جزء بسيط جدا من الثروات اللي موجوده في ارض مصر واستغلالها الاستغلال الامثل. دكتور حسن هنا اضاء اضاءه مهمه جدا انه التشريعات بتلعب دور كمان في زياده الاستثمارات بهذا الشكل، لان زي ما بنقول دايما انه اصحاب الخبرات والشركات العالميه الكبيره اللي بتيجي تعمل تنقيب عندنا لازم يكون لديها تشريعات مع المستثمرين طبعا سواء محلي او اجنبي، بتفرق كتير قوي في ان احنا نقدر نستغل ثرواتنا دي ونبيعها لاعلى سعر زي ما بنقول. يعني دكتور حسن انا اتشرفت بحضرتك جدا، اهلا وسهلا بيك ونورت مصر جميله فندم، تحياتي لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، ان شاء الله بكره فريق عمل جديد، الى اللقاء.